Good morning, good morning. كتير مبسوط أن عم بكتشف قبرص بطريقة مختلفة. قبرص أكتر بكتير من البحر، أكتر بكتير من السياحة، أكتر بكتير من البيستينات، خاصة بالعاصمة. بنيكوسيا في مطاعم، في سياحة، في تاريخ، في تراث، في حياة ماشية عادة وعن جد مثل كأنه واحد سافر على مدينة عادة. ما بعرف كيف بدي أقولها. Anyway. ببلش النهار كتير بكير، بيخلص كتير مأخر، ما بعرف كيف عم بيقطع النهار، أكتر من 10 وقفات بالنهار. واليوم الصبح موعدنا مع الشباب على الساعة 9:30، بس قلت ليش ما بوعى شوي أبكر. حد الأوتيل في محل ترويقة بيلفت النظر، كل ما قطع قدامه ما كنت لاقي أرمه، بس ليش لا، هيتا نوقف ندوق شوي شو عندهم ونقلع النهار. سايبرس داي 3 4 5 4 ببلش هلا. لكمل قرش لودد كرواسان. واو، محل كتير حلو، الجواء كتير حلوين، الضوء فايت من وين ما كان، خضار طبيعي وخضار مرسوم على الحيطان. الشغلة اللي لفتت نظري اول شيء انه عندهم كل المنيو كله نهار لانه اتس برانش بليس. الشغلة الثانية اللي لفتت نظري انه عندهم باو كراب اول مرة بدوق. الكرواسان ثيك هام، وهي كمان اول مره بطلبها، قلت لازم اجربها. هوم ميد طحينه يوغرت، هات ندوق شو هالفكره العظيمه. واو، سوبر فود، طحينه سمسم سموز، ما فيها مروره ابدا، شويه موز على الوجه، لوتس بسكوتيز اند المندز. Wow, very yummy. Very yummy. وهي ستيكي، شقفة كراب مثل ما هي. اجمالا بيجي معها صوص، بس أنا طلبتها بلا صوص لأنه فيهم توم. حطيت لها شوية مايونيز. And emotional، قريب على القلب، خفيف، لذيذ. قهوة، جوسز، برافو. بجي معنا بقول الكنيسة قريبة ما بتشفي، يعني حد الأوتيل بتقول لا لازم نروح لمدري وين ونسوق ساعة ونص. رائع، in the heart، حد الـ old city. نوم. حسيت حالي هون عم سافر على نيويورك. حسيت الخبز يلي شرباني زبده من جوا ومن برا، والجبنه عم بتدوب كتير، وراح احرق لساني اكيد. البيجل طلعوا سميكه السالمون، محمصه منيح سميكه. وهون هون هون عنا شي خويت خويت خويت، بس رامي طلعوا مالها خبزه. واو، محل حلو، قاعده برا وقاعده جوا. جوا خشب بتطلعكم هيك بترجعكم على اوروبا او على المانيا اذا بدكم. برا الشجرة كتير حلوة، الأجواء حلوة، هوايات حلوين، الشمس بعد ما ضربت شوب، ما في موسيقى، ما في ناس هيك عم تحكي عروي. الناس الموجودة هون، الفايب الموجود هون، من وقت ما فتحنا الباب طلعنا بعضنا وقلنا
صبناها. هات عندك. بابري سموكي، ما بتحسوا بالخبزة، خفيفة كتير. ساور كراوت قرشة خفيفة بلا ما تكون هيك تعب التم. Very generous. Wow, good stuff. Bagel. Crunchy, chewy. Cinnamon and raisin sweet bagel. هاي القصة كلها هاي ناطرها. هاي. هاي بتجيبنا من لبنان. هاي بتجيبنا من لبنان. خبزة مثل الهوى. شربينة زبدتها محمصة ما بتقرقد. جبنة فايتة بقلب الخبزة. جامبون سميك. هاي بتجيبنا من لبنان. شو هالمحل. شو هالمحل. بيوتيفل. أنا هيدي all the way. Zero yeast, zero sugar, zero preservatives. So our bread is everything 100% sourdough, zero yeast, zero sugar, zero preservatives. This one is the white plain one, just flour, water, and some. This one is the white one with some aromas, like we call it the Cypriot one. It's more traditional bread with aromas. We have anise, mekleb, and. Nutmeg and the sesame on the outside. This one is 100% rye flour. This one is half whole grain, half white with full bio flours. And this one is our focaccia. It's 36 hours of fermentation, flavored with fresh rosemary, sea salt, and oregano. And 100% whole grain flour with seeds. If it's more well done, it's better. The crust is like amazing. And this one, would you like it sliced or not? You decide. We recommend not to actually, because it can be more fresh for a longer period of time. Anything else? Bakery. بس ما بيمنع تسكلون البيت. بس ما بيمنع أن ندور. كتير مهضومين كتير حبوبين. Sourdough bread. اسمون اونست دويت اخذت لي وللعائله ولكل الناس فعلا حسيت بيستاهلوا مهضومين حبوبين قراب على القلب. قبل ما اخبركم شو في اشياء هون هيك نبلش بالاساس شيء ثقيل. اوكي هيك نبلش بالاساس. اول شيء فوكاتشيا. هيدا هو عم بيحكي عنه، حكى عن السمسم بس كمان حكى عن شيء اسمه محلب. تحمست قال لي ما لازم نقصه، ما لازم تو سلايس ات، فقلت بقصه انا بايدي. او ماي جودنس واو، ريحه الزهورات بالضيعه، ريحه مثل الانيسيد تبع العرق. او ماي جودنس هيدا خبز اسيديك ساور اير بابلز مرتاح فلوفي سبونجي. واو عن جد مثل ريحه الديستيلريز تبع العرق اللي بتضيع. واو 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 واو. نكست فوكاتشا بريد، هي اخف بكثير. واضح زيت الزيتون ليكو العجينه قديش مرتاحه. ايطاليا غطينا بميلانو. عم اتمشى بهالشوارع القديمه. من جوا سوبر مسقعه. من برا اكستريملي كرانشي. لمعة الزيت. او ماي جاد شو طيبة. زيت الزيتون.
الهيربز. واو هاي بتربح 10 على 10، هاي بتربح 13 على 10. او ماي جاد ويت، حدونا وخبرونا انه عندهم واحد من اطيب الكراسان ساوردو. كرانش كرانش اربو اي باتري، الهواء من جوا هيدا ساوردو كراسان. فليكي سبونجي تشوي اول كومباين، ريحة طعمة خفية. ويت صرت كلني زبدة. اوكي في عندهم تشيز براوني. اول شغلة وقفته على الفيتين كتير حلوة، بلفت النظر كتير، اول مرة بشوف هيك شي، تشيز من فوق براوني من تحت، شكله بيموت، شكله بيموت عادي يعني. crunchy bits of chocolate, cheese on top, intense dark chocolate, no sweetness, no sugar felt, cheese من فوق شوي مثل cheese cake. أبطال هول. وهيدي يلي استحليها أفو، أفو ما ترجف وما تبكي، هاي لك. Thank you. خويت 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 خويت، 10 على 10. يمكن لهلا ألذ وقفة، أطيب وقفة، أكثر وقفة حركت لي مشاعري ببرمتنا ب بنيكوسيا. بتعرف أنا ما فيني آكل لحالي، بدنا آكل أنا وياك. يلا. هسا هيك. سبينتش. واو. أكيد ما فيها زول. صغيرة إلي. يلا. ليتس جو. بليز قل لهم عم بالغ انا، بليز قل لهم. نو واي، عن جد مثل ما بيقول كريسبي فلافي، خاصة هيدي فيها سبينتش اند تشيز. شوفوا كيف، واو واو واو. افو مازال عم بيصور. يا yeah. بليز ذوق هاي، بس بليز ذوق هاي. بليز قل لهم قديش هذا الزلمه بطل، يا ريت في نحمل بالشنطه. واو تعرف شو لاحظت فيها؟ البتر عمل كريسبينس اكستريملي، وبقلبهم سبونجي مثل ما قلت، سوبر واو عن جد. هنن كلها شابين جوا المحل الصغير عم بيطلعوا هيك شيء من اطيب البيكريز ديهم بحياتي. برافو برافو، جود جوب جايز، جود جوب، جود جوب، جود جوب، جود جوب. انا كيف جيت لهون ما بعرف، ما بتذكر. هو متفاجئ ليش انا هون اساسا، محل زغطور رح نقول بالضيعه بس بنيكوسيا على جنب، مش بالداون تاون او بالسنتر. بيستاهل 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 بيستاهل. خبز للبيت هون، كرواسان للولاد هون، ديزرتس لذيذين هون، خبزاتهم رائعين 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 رائعين. مش من كتير زمان نزلت على بيروت على ساوردو بيكري، ببرو مع كتير ساوردو بيكريز ماشي، مفكرين حالهم بيشتغلوا. هيدا بطل بطل بطل. We are brother and sister. My name is Christos and Melina. And what we do here is everything we make is gluten-free, refined sugar-free, and vegan. And pretty much our all, mainly our all ingredients, mainly our ingredients are organic. So yeah, I would say 85%. Yeah, organic whenever possible, and then all the ingredients we use are whole food. Seeing hazelnut crunch biscuits, chocolate chip cookies, double chocolate cookies with a surprise topper, lemon glazed cake, and banana bread with chocolate chip. We have our ice cream, which is rum raisin ice cream. It's made with, there's no powders, no additives, no artificial ingredients. Lemon blueberry cheesecake, cherry cheesecake.
Then here we have the chocolate and orange ice cream cake, Snickers bites, salted tahini biscuit with dairy-free white chocolate. So the white chocolate we make from cashew nuts. Tahini من فوق, salty من تحت, flaky biscuit. Nice. معتين. Nice mix. طبعا بقول vegan. بقول gluten free. بتفكر الطعم رح تختفي أو رح تروح أو رح يتغير القصص. لا زبطين زبطين. القرشة مثل ما لازم, sweetness مثل ما لازم. يامي. كريفين يعني واحد بيطلع عباله يكفي ويكفي ويكفي ويكفي. رح دوق كل شيء. هيدي. نايس مويست من جوا. فتحوا امبارح. يمكن احنا اول ناس بتجرى هون, اول ناس بتصور هون. اكلتهم رائعين. فايت نقزانه. انه كله فري 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 برا. انه شو باقي اذا يعملوا منهم كوكيز ويعملوا منهم كيكس. وظابطين. Very enjoyable. هيدا هو صاحب اسمه كريستاكيس. صاحبه صار عمره تقريبا فوق التسعين, قديم كتير, بنص نيكوسيا بوجه الباصز بنص المدينة. في شي هيك شكله سوبر طيب. حتى نبلش بهول فورك مي نشوف لاكي هولي ده كباب. هون سوبر دوبر اكستريملي جوسي, محمصين, مشويين. واو 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 يومي. مش عم بعرف اذا بكفي هون او بكفي هون مع شقف الفات. هاي انا اسمي سيرين صادق من فلسطين, عايشة صار لي في قبرص 12 سنة بالغربة, وقبليها كنت من سكان دبي. ف this is مشمش. هاي البروجكت بلشناها بالكوفيد من سنة ونص تقريبا. أكلات التيتا والماما وكل شيء من ريحة البلد basically. ف yeah, ملوخية, صيادية, لبن أمه, أوزي, شو كمان, فريكة طبعا. بس على الويكند بنعمل اشياء very very different لانه we are modern Palestinian kitchen. ف يعني for example بدك تاخذ اكلاتنا مثل المسخن. المسخن بنعملها spring roll, مش الرول العادي اللي متعودين عليه عنا في البلد, بس we put it in a spring roll with a different sauce on it. في عنا الست منيو مثل improvised basically, يعني حسب كل اسبوع it's something different. We go to the market, we grab the stuff and we create the menu on the week. For there is nothing that is stable, there is nothing that is going to be there the next week. It's all seasonal, it's all fresh. اليوم طبخين لبن امه. As you can see, if you can come over here, so this is لبن امه. We do it with tenderloin beef, USDA prime. We've got the rice, wow. بالشعرية. Amazing. طبعا we have over here, I'm not going to show you this, بس يعني we always need something to, دائما عند تيتا وعند ماما دائما كنت أشوفهم بيحطوا شيء ل to press on the ورق عنب.
كانت دائما هوايتي الطبخ من انا وصغيره, من انا عمري maybe 6-7 سنين دائما ادخل على المطبخ اقعد اخبص اعمل you know just creating things. و I think الطبخ نفس at the end of the day, يعني اذا ما لك نفس فيها, يعني حتى لو درست وما لك نفس فيها, لانه في كثير من اصحابي درسوا بس بعد ما درسوا ما حبوا انه يكملوا. So yeah, this is ما حنحرقهم كمان مره. Today to start you off we have heirloom tomatoes, we've got ricotta with za'atar and micro herbs and Palestinian olive oil, so enjoy. صحتين. وصل لي مساج على انستغرام وقالت لي سيرين ما بتجي لعنا على المطعم. قلت لها مطعم؟ قالت لي مطعم عنده اكلات فلسطينيه. قلت لها اكيد ايه, اسمه مشمش in the heart of Nicosia, تقريبا شي 50 متر من الاوتيل. مثل ما شايفين محل كتير صغير, طاولات برا, 4-5 ناس بعد ما تعود تجي لهون لانه معروفين كتير, مش عم بيلحقوا جوا delivery and takeaway. طاوله وحده جوا, موسيقى كتير حلوه, المطبخ open kitchen, حد الشيف بتعيشكم الاكسبيرينس تبعته الفولتر, بتخبر انه هي ما كانت شيف وما درست شيف بس كتير تاثرت بامها وبستها, وهون جابت الطبخات يلي كانت هن طبخات الطفوله. منبلش ب طلع ببساطه ببندوره سماء اللي احنا بنعرفها, بس بدل ما يحطوا عليها توم حطوا عليها ريكوتا, زيت زيتون. سمبل انجريدينتس, مكونات خفيفه نظيفه, فينا نقول بريميوم انجريدينتس from the land. هاي التبليشة طعمة الأرض والطبيعة والشغف والباشن. أوف, صحن هالقد بسيط يحرك مشاعر هالقد قوية. أوه, زيت الزيتون, شو هالزيتات, بوم. حتى نكفي على هيدي فتت باذنجان. اجمالا فتت باذنجان بتكون في لبن كتير, شقف باذنجان هيك محطوطين بقلبها او مربعين. هون طلعوا قديش حلو. اول شيء بنبلش بلاير خبز مقلي, يعني القرشة عظيمة. بعدين عنا باذنجان معمول شوي مثل مسقعة, لبن على الوجه. طلعوا ثلاثة لايرز كتير حلوين, شوية رمان, واو ميموربل. منا بابا غنوج ومنا مسقعة ومنا فتة, كومباين مع بعضهم قرشة خبز محمص رائعة, سترونج, فيري سترونج اسيديتي تبع الباذنجان, سويتنس ولا ألذ جاي هيك فوق, وبعدين اليوغورت. So this is basically the mtabbal ma hummus, and it's topped with shrimp that is fried with butter and paprika. So enjoy. Wow, served hot, warm, very soft, very smooth eggplant. Very balanced taste. So, ورق عنب cooked in pomegranate molasses, lemon, and love. ما بيشبه ورق عنب طبعاً, ولا من قريب ولا من بعيد. طبخة جديدة, دبس رمان, حموضة, ورق عنب أو الورقة, أسمك شوي, رز من جوا مطبوخ, غير نوعية. شيء سوبر طيب, بس ابدا 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 ما بيشبه الورق عنب القاطع تبعنا. طلعوا حبه رز اساسا غير نوعيه, ممكن تلينيه, الورق عنب اسمك شوي, كثير حامضه, كثير ساور. وبتنعطى سخنه مش مسقعه مثل لبنان. واو, اي لاف ات, اكتشاف جديد. لا, flavors of home, emotional flavors of home. هلا كنت عم بسأل إذا في جيلي فلسطينية كتير كبيرة هون, وإن كانت جيلي فلسطينية أو لبنانية أو سورية أو عربية أو أردنية, تعالوا ذوقوا أكلات فعلا بذكركم بالبيت بالماما. وبعدين ناطر هلا اللبن بعد شوي, كتير محمس. وهيدي الصيادية
واو بيوتيفول. ما فينا نفسر بس يا البهارات السمكة الجوسي منا ناشفة قرشة سنوبرا زكزكوا لساني وهون هون كلهم عم بحسهم هون عم بيتحركوا. I love it. لبن أمه مع صوص حط عليها هون طلعوا الصعجو حلو الزيت مفلفلين شوية صوص معمولة من الجميد الأردني. هاي 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 القصة كلها. هيدي اللي الفلسطيني أو الأردني اللي بيكون بعيد عن بلده وبيدوقه بدمع اللبن الحامض كتير اللي اسمه الجميد اللي مشوي مثل كشك عنه إذا بدكن مع الزيت. Great job. صحتين. Thank you so much. صحتين. أكل شيء. صحتين. تعوش أجعوة بتستاهل متعقد. المعلم أكتر ديسير بالعالم بيحرق شفاف ولسانه زلعين. فموقف مع الإعلان ومنرجعكم بعد 5 دقائق. Ready? واو. حليب. ومربى وسكر وفستو بوم أرومز بيطلع من خير ختامها مسك. حبيتهم كتير كتير حبيتهم وأكيد رح أرجع لعندهم عن جد بيستاهلوا كل خير. حبيت الأكل حبيت اللي حسيته جوا حبيت الإيموشنز الاستقبال الضحكة الحلوة رابعة القلب. ونحن وين؟ هون شي محل حوالي كل الشوارع بتلاقون على جوجل مابس. مش ما بعرف بس I know that everything is excellent now. فيني نفسي فتح حكيم عطانا شغلة مميز. عطس بلا ما وقف هالسيارة المسكرة الحلوة 15 مرة شو عطس علينا ما بنعرف بس الحمد لله. وان بيك فاميلي وان بيك فاميلي ناكل سوا نمرد سوا منسوه سوا نضحك سوا. I love you, Cyprus.
اجواء المدينه تغير السيت اب. طلعنا بالجبل، صوت الزيز، سنوبر كتير، جبل رائع، اجواء رائعه. وصلنا على التله على ضيعه قديمه كتير سياحيه اسمها لفكرا، ريكومندد. كتير مهضومين بيستقبلوكم، ضحكه على وجههم، يلا صور صور. واو، عم يغيروا لي فكره كتير عن قبرص وعن الاماكن السياحيه. لامونيد على الوصله، واو ريفريشينج. كونسنتري، بتخلطوا مع شويه مي، بتعملوا شيكينج. تلج، اوف، اكيد باقيين هون العشيه، لانه اذا كلهم مثل مهضومين ولذيذين ورابع القلب. Leonardo da Vinci, the name of the pattern. Okay, and why is Lefkara famous for it? It's made here. Something when it's made here from the traditional. Okay. And beautiful. We make in white thread and brown thread. This is the brown, and always on linen, Irish linen. Impressive. وصلت على ضيعة فكرت رح تكون هيك بس انه قطعة سريعة كم بيت. فتنا بالشوارع اللي هنا منها سياحية، فتنا على البيوت، مشينا من زروب لزروب، صرنا بآخر على الكنيسة. واو، كيف ما تبرموا في بيوت قديمة، كيف ما تشوفوا حواليكم في
في رواق، في تنظيف، في ترتيب، في بواب قديمة بنت تقريبا كلها سوا، يمكن أول بيت شفناه 1902. أوف، تجوا لهون عقبرص نيكوسيا أو لرنكا لأنه البحر فشخة، نحن صرنا بنص الطريق. ما بتجوا لهون كتير مراحين حالكم، كتير 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 كتير. I am in love. I am in love. Where are you from? Lebanon. لكم طبعاً ما بتشبه أبداً طبعاً. عملتها أول. ستيكي أقل. سبونجي شوي مثل المارشميلوز. حبيتهم لدرجة أنه أخذت علبتين. واحدة إلي واحدة لصديقي. حبيبي أنتوني thank you so much. إذا ما كتير محمس برده. لا thank you so much. thank you so much. 1895. People come to this village to you to buy silver. Yeah, all of the old equipment. To buy and making here video all here. How many years have you been here? You're young. It's making. How many years, yeah? 50 years. 50 years! Oh, I love you, Mr. 72 years. Bismillah alaik. Yeah, you look young. And this is different design here. Okay, beautiful. And this all is welcome and look. Let's see inside. Here. Here and this. Ah, okay. طلع شو عم يعمل؟ عم يعمل هيدي اللي بيكبوا فيها المي مصلية. Nice. And this is a different design. It's a crepes. Beautiful. How much are you selling them? How much? 500 euro. Nice. And this is here. It's all here. It's English here. You're all over the place. Yeah, no place. It's all silver. إيجيون. الفيرست امبريشن رائعه. طلعوا هيدين بين اربع بيوت، نحن بالنص، كانه طلعنا على الضيعه. الهواء لذيذ، الشجر لذيذين، القعده لذيذ، الشباب بتعقد. هلا سانسيت بعد شوي عم بيروحوا الضو وجايين ناكل اكل تقليدي. قبرص إيجيون ذكرني شوي المطعم ببارون ببيروت، او ذكرني هيك عم اتمشى بنيس او بشي جزيره باليونان. حاسس الصحون رح يطلعوا بيعقدوا. شيء
رائع مثل ما كنت منتظر. طعمة الضيعة، طعمة البحر، طعمة البحر الأبيض المتوسط، طعمة فريشنس، سيمبل انجريدينتس، إن كان الحمص، إن كانت طحينة، إن كانت البندورة، إن كان القرشة. كوسة مقلية أساس فينومينال، سوبر دوبر ديليشيس، واللبنة واليوغورت بيستعملوه وين ما كان، حتى صوصات خفيفة كتير، ما في مايونيز، ما في شي دلع، ما بيطلع بيكم توقفوا. Great job. واجت ريحة على الطاولة، اوف، حسيت الباربيكو السموكر كله تبع التراس هون. سموث سوفت ليموني انتنس، بوم بوم بوم. لا هيدي خويت، طلعوا أرزو مع شقف لحمة معزة، مش معقول. يعني صحن ورا صحن ورا صحن عم نطلع ليفل ورا ليفل ورا ليفل ورا ليفل. حاطين فيها أوريغانو، مش مستوية، برافو. بدي عصر حامض نسيناه. أنا أول عاملها هيك حسيت إنه هيدي عملت كرمال تكون هيك. هو هيدا شو هالخبزة، شو هاللحمة، شو هالميكس، شو هالساندويتش، جاينت ستريت فود ساندويتش، بولد ميت. ما قدرت اخذ راحتي جوا واحكي كثير لانه كان في ميوزيك حد فور كوبرايت ريزنز، يمكن نص الاشياء اللي حكيتها راحت، بس فيني اخبركم عن الاكل بعقد، الاكسبيرينس بتعقد، الموسيقى روعه، الشبيبه عظيمه، الكرم الصحون، الفليفرز، الطعمات، الافكار، ما في شيء فيني اخبركم عنه لكم منه روعه. مطعم بحطه بالتوب 5 ليست اليوم بقبرص، مشهور كتير، ريفيو تبعه على جوجل كمان كتير قوي، من مكونات كتير عادي عملوا شيء كتير قوي، ذكرني شوي على بتيت ميزون بس ايفن اب سكيل. اخر وقفه اليوم وسابت انه بتعرفوا ثلاث محلات للزيت الاونر اليوم بيا كانوا عم نعمل له دعايه كل النهار. بلشنا اول شيء بالترويقه، اكلنا الهام اند تشيز ساندويتش كان رائع، بعدين هلا من شوي ذا شيبريوت اكسبيرينس وكان الاكل توب، خاصه اول صحن اللي فيه البندوره كان روعه. وهلا وصلنا على بوتيكا امارو اللي اغلبيه العالم بتحكي فيه بالمنطقه وبتقول مرتب نظيف، البار لذيذ والاكل تلياني. ولفت لي نظري اللي ما اكلته بعد بهالسفره، ما نعرف اذا باكل برجر بس ما عبالي او باستا، عنده كاتشو اي بيبي، اذا بلاتوم اكيد اخذته، عنده فيتوتشيني بيف راجو، عم بتشط ريالتي متكانو مش اكل شي كل النهار، فكتير محمس وناطر يجي ياخذ الاوردر. وختامها مسك هذا اخر عشاء لانه بكره اخر نهار ورجعين عبالي. فريش، very fresh تونة تارتار، كانوا صيادة هلا بلا فزلكة بلا فلسفة، straight from the ocean. شكله رائع، شكله بيموت دقيقة، مش تاشي ريحتها حلوة، جامبون عليها مطبوخ مطوية هيك على الطريقة التليانية التقليدية،
وبنقدش. سوبر يامي، مالحة، جامبون سميك، تقيل، مطبوخ مظبوط، فاتي، بلودد تشيز، أسيديك توميتوز، أند كرانشي بوردرز. موحم 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 على باستا، موحم على باستا. هول اللي شايفينه هون بوتارجا. شو يعني بوتارجا؟ يعني بطرخ. كاتا معلا موحم على باستا، حسسة الدنتي لمن معملها بالبيت دايما دايما دايما. كوكت الدنتي، واو. شوية بطرخ منشفين ومفروطين. Very simple, very light, very straightforward. Smoked provolone, very intense acidity. Oh my god, I missed this. يعني في شغلتين يمكن بكل سفرة ما لازم روحهم، هن البرجر والباستا. Very excited. هلا كيف بدنا نقول للشباب انه ما تدقوا بصحون بدي اخلصهم وحده. هيدا نهار حافل، كثير حافل، يعني بين الاكل وبين البارميت بلش كثير بكير، خلص هلا كثير مأخر. انتوني ما خلص بعد، في محل كثير طيب قالوا لنا هونيك لا. اخر الشارع لا رايحين عليه. انا خلصت، انت ما خلصت، روح. لا لا بقى روح ناكل بعد عندهم. باي نو جود نايت، سي يو تومورو. يلا عم يمزح، سي يو تومورو. نهار ببلش كثير بكير.